في حاجة مهمة لازم أتكلم معاك فيها ضروري قوي قبل ما تنام. بعدين 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 إمتى؟ أنت كل يوم بتيجي مرهق وتعبان وقول بلاش أكلمه النهاردة أكلمه بكرة. ده أنت حتى ما عندكش وقت تقولي تصبحي على خير. أنت إيه؟ ما بتفهميش؟ ما عندكيش نظر؟ بقولك تعبان ومش شايف قدامي، دي بقت عيشة تقرف وتزهق. بعدين يا بنتي انت هتفضلي قاعده في البيت لحد امتى؟ انت بقالك يومين ما رحتيش الشغل. يا بابا مش قادره اروح الشغل واشوف الراجل اللي اسمه مندور ده قدامي، وطلب النقل اللي انا طلبته اترفض، قال يعني خلاص ما بقاش في مهندسين غيري في الحي. وانت من امتى يا بنتي بتهربي من اي مشكله؟ يا بابا ده مش هروب يا حبيبي، انا اللي مش طايقه اشوف الراجل ده ولا اسمع صوته، انا بحس ان انا بتخنق لما بشوفه، وبصراحة بقى أنا بحس إنه ناويلي على الغدر. هو هددك بحاجة؟ لا يا بابا، بس أنا مش مطمناله، ده راجل مش نضيف. هدي نفسك يا بنتي، وكل مشكلة وليها حل. مين يا تامر؟ دي خالته نادية يا ماما، وباين عليها زعلانة قوي. أنا مش عارفة أعمل إيه مع كمال. كمال اتغير خالص، أو حد تاني غير بتاع زمان. ما بيفكرش غير في فلوسه بس، مفيش حاجة تهمه. لا أنا ولا بيته ولا اولاده، وبقى عصبي معايا على طول، مش طايق لي كلمه. ده لو شافني عيانه وبطلع في الروح ما بيسالش فيا. صح دموعك يا بنتي وكفاك يا عياط، انا قلبي اتقطع. انا مستعد اروح له اكلمه واقول له. مش هينفع يا بابا، مش هيجيب نتيجه. هو لسه جوزك كلامي ما بينزلوش منظور ومش طايق حتى يشوفني؟ على العموم انت اللي اخترتيه ومحدش غصبك عليه، بس برضو يا بنتي ده جوزك وابو ابنك ولازم تستحمليه عشان الولد يتربى بينكم انتوا الاثنين. يا ريت جت على كماله، بس ده طارق كمان. ماله طارق؟ ما بيسمعليش كلمه، ما يعمليش حساب، ولا بيذاكر ولا بيهمه اي حاجه، قاعد قدام الانترنت يتفرج عليه طول النهار، والديسكات اللي بيجيبها له اصحابه، وطبعا ابوه مش عايز يكلمه، ما هو مش فاضلنا. انا قلت لك دلعك الزياده فيه هيبوظ كل حاجه. ابنك اتربى وكل طلباته اوامره تحت ايديه، اتعلم الانانيه بدري، وانا قلت لك وما سمعتيش كلام. انا مش عارفه اعمل ايه، انا حاسه اني مخنوقه ومش عارفه اروح اشتكي لمين. وانا رحت فين يا بنتي؟ احنا كلنا كمان لو عايزه تقعدي معانا كام يوم في البيت يا ريت، ده انت هتنورينا. ما ينفعش يا فاتن، انا مش عايزه اكبر المشاكل بيني وبين كمال اكتر من كده. انا ما باركتلكيش على ابنك. الله يبارك فيكي. ما تزعليش مني، المشاكل اللي انا فيها خلياني مش دريانه بحاجه. انا مش ممكن ازعل منك ابدا. مساء الخير يا بنت. اهلا يا حبيبتي. ماما. نعم. عملتي لي ايه في الحاجات اللي طلبتها منك؟ واختك قطعت قلبي اللي كنت عامل حسابه حصل، جوزته عشان فلوسه، ما شافتش فيه غير كده. ازمه وتعدي ان شاء الله يا بابا. تفتكري؟ ما هي لو ما كانيش صغرتني قدامه كنت رحت له وقفت له وقلت له ان لها بيت تاني مفتوح لها، لكن هي اللي عملت في نفسيها كده. ربنا يسترها، ربنا يجيب ما فيه الخير.
الو، مساء الخير، الدكتور خالد؟ ايوه يا فندم، انا فاتن ام تامر. انا موافقه على عرض حضرتك بخصوص تامر ابني. الحمد لله على السلامة يا دكتور. الله يسلمك. أجهز العشاء؟ آه يا ريت. حاضر. الو، مساء الخير يا دكتور خالد. الحمد لله. لوجي؟ ايوه موجوده، لسه ما نامتش. دقيقه واحده اديها لحضرتك تكلمها. لوجي، بابا بيسال عليك يا حبيبتي. لوجي، الو لوجي، مالك يا حبيبتي؟ مفيش حاجة، أنا كويسة قوي. حضرتك وحشتني قوي يا بابي. وانتي كمان وحشتيني يا حبيبتي. طمنيني عليكي. أنا كويسة يا بابي. حبيبتي أنا اتصلت بيكي مرتين النهاردة، مرة قالولي إنك لسه مرجحتيش، ومرة قالولي إنك كنتي نايمة. أصل النهاردة اتأخرت في المدرسة عشان كانوا عاملين حفلة، وبعد كده رجعت تعبانة فنمت على طول. سلامتك يا حبيبتي. أمال ماما فين؟ مامي سافرت باريس امبارح بالليل عشان عندها دفلي هناك. سافرت وسابتك لوحدك؟ ما قالت لي انها مش هتتاخر يومين وهترجع على طول. وانت ايه اللي مسهرك لغايه دلوقتي يا حبيبتي والوقت متاخر؟ اصلا انا مش جايلي نوم، حتى ده ساعات حكت لي حدوته بس برضه مش جايلي نوم. اصل حضرتك وحشتني قوي انت وماما. وانت كمان وحشتيني قوي، بس لازم تنامي عشان تروحي المدرسه بدري. حاضر يا بابي. طب قولي لي بقى، تعشيتي يا لوجي؟ لا يا بابي، انا مش جايلي نفس. لا حبيبتي انت لازم تاكلي. انا قلت لك ايه؟ مش دايما اقول لك لازم تاكلي كويس؟ قولي لي، مش عاوزه حاجه؟ مش ناقصك اي حاجه؟ لا يا بابي، انا مش عايزه اي حاجه. وحشتيني قوي يا لوجي. وحضرتك كمان وحشتني قوي يا بابي. لوجي لوجي، سكتي ليه يا حبيبتي؟ سمعيني صوتي، انت وحشاني قوي. بابي انا زعلانه منك. ليه زعلانه حبيبتي؟ اصل حضرتك بعدت عننا واتخانقت مع مامي وما بقتش انا في حضنك زي زمان. انا برضو يا حبيبتي مش قادر على بعدك، انتي وحشاني قوي. بكره تكبري وتفهمي كل حاجه يا حبيبتي وتعذريني. انا مش هتاخر عليكي، انا ان شاء الله هاجي قريب بيروت وهنتفسح مع بعض. صحيح يا بابي، امتى؟ قريب قوي يا روح قلبي، بس وعديني انك هتاكلي وتنامي بدري. اوعدك يا بابي. اديني ساعات بقى يا حبيبتي وتصبح على خير. وانت من اهل يا بابي، تساعد بابا عايزك. ايوه يا فندم. ايه يا سعاد، ازاي تسيبي لوجي سهرانه لغايه دلوقتي وكمان من غير عشاء؟ انا مش قادر عليها دي، لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتنام. امال انت قاعده معاها بتعملي ايه؟ ازاي ما قعدها في الجنينه لغايه دلوقتي؟ الدنيا برد. امال انا سفرتك معاها ليه؟ مش عشان تاخدي بالك منها؟ انا اسفه. خلاص خلاص، انا ليا كلام تاني مع مامتها، انا هتصل بيها على الموبايل بتاعها دلوقتي. مع السلامه.
مساء الخير يا دكتور، العشاء جاهز. لا مش شاكر قوي، ماليش نفس. ايه يا مدام فاتن واقفه بعيد ليه؟ تعالي معانا هنا. لا 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 لا، تامر بس اللي يتصور. الناس كلها عاوزه تشوف ام البطل الصغير ده. لا يا فندم ما ينفعش، انا مكاني في البيت بس، تصوروا انتوا. طب على راحة سيادتك. يا جماعه الصور دي تبقى جاهزه النهارده، ومن بكره عاوزها تتنشر في كل الجرايد. ان شاء الله يا خالد بيه، مفيش مشكله خالص. اتفضل يا جماعه. يا رأي جابتك صور؟ طيب العقود جاهزه عند استاذ نصر. عقود؟ ايوه، ما انت لازم تمضي العقود بالنيابه عن تامر عشان انت وليت امره. بعدين يا تامر، انت من هنا ورايح لازم تتعود انك تلتزم بكل شروط العقد، وتلتزم بالتدريب كمان، والا مفيش عقد بيننا. واكره حاجه عندي عدم الالتزام، مفهوم؟ لا لا، انا عايزك من الناحيه دي تطمن قوي، انا ان شاء الله هلتزم بكل حاجه. وانا متاكد من كده طول ما الست العظيمه والدتك دي معاك. ميرسي قوي يا دكتور. ميرسي لك. اتفضل. اتفضل. يلا J'en ne participerai pas au deuxième tour que si vous acceptez toutes mes conditions et mes proposées. Sinon, j'arrête le contrat avec vous. D'ailleurs, il y a 20 agences qui voulaient faire des contrats avec moi. Vous aurez votre temps à réfléchir et à m'informer. Vous avez 24 heures seulement. Au revoir. الو خالد، خير؟ في شيء؟ في حاجات، مش حاجه واحده يا هانم. انت مش قلتي لي انك مش مسافره باقي الشهر وهتقعدي مع بنتنا؟ انا ما كنت محضره حالي على السفر، وعقدي مع الوكاله بيخليني ما بقدر ارفض اي عرض حتى لو كان فجاه. انا ماليش دعوه بالكلام ده. احنا مش متفقين انك ما تسافريش غير مره واحده في الشهر؟ انت مسافره لغايه دلوقتي 3 مرات. ايوه، يعني مقضيها نص الشهر بعيد عن البنت. خالد، انا راجع من الدفيلي تعباني وما عندي دماغ ولا اعصاب اتحمل اي نقاش. اجل اي حكي هلا. لا لازم نتكلم. احنا طلعنا يا هانم كان له شروط وانت لازم تنفذيها. قلت لك انا تعباني وما عندي استعداد اتحمل اي نقاش. انا عاوز افهم، شغلك اللي في فرنسا ده اهم من بنتك اللي انت سابها لوحدها في بيروت؟ خالد، انا عندي ديفيلي بعد ساعه وما عندي وقت لاي حكي هلا. العرض بتاعك مش اهم من بنتك الوحيده. تفضل. ممكن تحطوا الحاجه هنا اذا سمحت. شكرا. شكرا. جدا الحاجات اللي انا اشتريتوا محل حلو ولا ايه؟ مضينا العقد مع الدكتور خالد ونازل معاه 2 موظفين يشتروا له بدل وهدوم وتريننج سوتس. هدوم ليه؟ علشان ده مظهر تامر، عنوان الشركه اللي بتلعب رياضيه. لا ده غير كده كمان الادوات الرياضيه اللي جايبها لي، وعربيه مخصوص توديني التدريب وتجيبني منه، وبدل غدا كمان. ومصروف شخصي في ايد تامر شخصيا، وحاجات تانية كتير. انت عارف يا جدو، انا بس كل اللي عليا ان انا اطلب، وهم يقولوا لي شبيك لبيك. مبروك يا ابني، مبروك. الله يبارك فيك يا جدو. انت عارف يا جدو، دكتور خالد ده راجل عظيم قوي، انا نفسي ابقى زيه لما اكبر. يا رب يا رب يا ابني. تعالى فرجني على حاجه. بص دي حلوه ازاي. And
various aspects of the economy can go, as well as forming linkages with international economies. So internationally, we also form linkages, organize conferences, gatherings, various workshops on many issues ranging from education all the way to these sectors. So it's الو يا سعاد، انتوا مش بتردوا ليه؟ انا فوق العشر مرات بحاول اتصل بيكم. بتقولي ايه؟ هي جت من المدرسه دخلت نامت دغري، وبعدين لما صحيت لقيت جتتها مولعه نار. طلبت الدكتور العيله، قال عندها انفلونزا حاده، وانا دلوقتي بعمل لها كمادات ميه ساقعه تنزل الحراره. وازاي ما بلغتنيش حاجه زي كده؟ كان لازم تبلغيني على طول. مامتها عرفت؟ حاولت اتصل بيها اكتر من مره لكن الموبايل بتاعها مقفول. تجيبي اللوجي دكتور اتنين تلاته ان شاء الله عشره. لازم الحراره تنزل باي طريقه. لو لازم الامر دخلوها المستشفى. طيب يا سعاد انا هتصرف. مع السلامه. ايوه نظمي، عاوزك تحجز لي على اول طياره مسافره بيروت النهارده باي طريقه، لازم اكون هناك. ما تتصرف يا نظم يا اخي، ان شاء الله تاجر لي برايفت جيت يا اخي. الو يا سعاد، لوجي عامله ايه دلوقتي؟ طب حرارتها بقت كام؟ طمن يا دكتور، حرارتها نزلت 38 وان شاء الله بتكون بألف خير على اخر النهار. هي بس تاخد الادوية اللي كتبت لها عليها وترتاح يومين. يعني مش محتاجة تروح المستشفى؟ لا العملية مش مستاهلة للمستشفى، ان شاء الله هي بس تلتزم بمواعيد الدواء وبكون بألف خير. مرسي دكتور. يا اهلا. ألف بعد الشر عليك يا حبيبتي. أنا لو كنت أعرف أن حضرتك هتسيب كل حاجة في مصر وتيجي تشوفني، أنا كنت عايت من زمان. يا حبيبتي بعد الشر عليك من العين. ما تسيبنيش يا بابي وتسافر مصر، أصل حضرتك بتوحشني قوي، وكمان أنا بقعد بالليل وما بيجيليش نوم. يا حبيبتي أنا من النهاردة مش هسيبك خالص، مش هسيبك خالص، وطول ما بابي جنبك ما تخافيش من أي حاجة في الدنيا. الباوي دي مش أول مرة نتعامل فيها مع بعض، أنا فعلا عندي أزمة سيولة اليومين دول. معلش أرجوك بس اديني فرصة لغاية آخر الشهر، وإن شاء الله كل الدفعات المتأخرة هتكون عندك. بس أرجوك بقى ما تعطلش الخامات أكتر من كده، عايزين نشتغل. متشكر متشكر جدا، مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا اتفقت مع الحاج الباوي إنه يورد لنا بقية الخامات ووافق إنه يستنى علينا لغاية آخر الشهر. كويس أوي إنه وافق، ما إحناش ناقصين عطلة. على خيرة الله. على فكرة في واحدة مستنياك في المكتب بقالها يجي ساعة وأكتر. واحدة؟ واحدة مين دي؟ فرح. الحمد لله على السلامة. إيه المفاجأة الحلوة دي؟ معقولة تيجي وتستني؟ مش كنت تقولي؟ عارفة لو كنت قلتيلي كنت هتيجي تلاقيني أنا اللي مستني. سلامة، أنا لا معايا تليفونك ولا موبايلك ولا أي حاجة في الدنيا، أنا معيش غير العنوان اللي اديتولي ساعة لما جيت تفتح الشركة دي. قلت أعدي عليك وأنا رايحة الكلية. بس ما كنتش اعرف ان الشركة على قد حالها قوي كده. معلش ان شاء الله بكرة ربنا يكرمنا وهنكبر المصنع. ها تشربي ايه؟ لا ميرسي، هما كلمتين انا عايزة اقولهم لك وعايزة امشي على طول. خير يا فرح، قلقتيني، انا تحت امرك. اللي احنا مش شركة معاك في الشركة دي ولينا نصيب من ارباحها ولا انا يتهيأ لي؟ طبعا مظبوط. حلو قوي، امال ضرب طناش ليه؟ لا جيت ولا قلت حد يحاسبني ولا اديتنا ارباحنا من الفتره اللي فاتت، ولا
ما كسبتش حاجه في الشركه دي؟ لا لا كسبت طبعا، بس انا سبق وعرضت على طنط فاتن انها اديها جزء من نصيبكم في الارباح، وهي اللي رفضت، قالت انها مش محتاجه فلوس دلوقتي. هي قالت كده؟ بس انا بقى محتاجه. واحنا يعني كنا ادينا لك الفلوس دي ليه؟ مش عشان تشغلها واحنا ناخد ارباحها نصرف منها ونستفيد بيها؟ ولا انت ناوي تعمل زي ما باباك عمل؟ انا مش هزعل منك، عموما انا تحت امرك في كل اللي انت عايزاه. تمام، انا بقى محتاجه مصروف كل اول شهر، وتقدر تبقى تخصمه من ارباحنا لما تبقى تيجي تحاسب ماما ان شاء الله. بس يا ريت يعني ماما ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده. تلتمية او ربعمية جنيه اظن مش كتير، ويا ريت اول دفعه تبقى دلوقتي. ايه مالك اتخضيت قوي كده ليه؟ ولا مش عامل حسابك فيهم والمبلغ كبير والحاجات دي بقى؟ لا لا لا، انا بس كل السيوله اللي معايا في الشركه دفعتها لمورد الخامات، مفيش في الشركه تقريبا دلوقتي ولا مليم. اديني بس فرصه لغايه اول الاسبوع، كل الفلوس اللي انت عايزاها هتكون عندك وزياده كمان، وانا بنفسي حاجه اجيبهم لك لغايه الكليه. برافو عليك يا فرح، ده اللي كان لازم تعمليه من اول ما دخلت الكليه كمان. يا بنتي ده انت محتاجه مصاريف كتير قوي، وبعدين ابن عمك ده باين عليه ضارب طناش، حكايه ان مامتك مش عايزه تاخد منه الارباح جات له على الطبطاب. الظاهر كده. على فكره يا فرح، انا نفسي افهم مامتك ازاي هي مش قادره تدبر لكم مصاريفكم، وانت بقالك اسبوعين قايله لها على مصاريف الكتب ومش قادره تدبرها لك، وكمان مش عاوزه تاخد نصيبكم في الارباح من المحروس ابن عمك. ده انا والله اني نفسي افهم ماما بتفكر ازاي يا مشير. بس تفتكري ممكن سلامة يروح يقول لمامتك على طلبتي منه؟ لا لا، سلامة ما يعملش كده يا مشيرة، سلامة بيحبني وعنده أمل إنه في يوم من الأيام يتجوزني وحاجات كده يعني. لا يا شيخة معقول؟ تعرف عم مختار، أنا كان عندي استعداد أقطع من لحمي وديها ولا النيش ولا لا، بس حسبتها كده بيني وبين نفسي، قلت والدتها هتقول عليا إيه، أكيد المرة دي مش هتسامحني، وكفاية أوي اللي حصل المرة اللي فاتت. كان لازم تقول لبنت عمك لا ولا تعشمهاش. لا لا، ازاي بس يا عم مختار، دي فلوسها، ازاي امنعها عنها؟ ازاي يبقى في ايدي حاجه هي عايزاها وحوشها عنها؟ انا خلاص برج من دماغها هيطير ومش عارف اعمل ايه. طب بس اقعد اقعد كده واهدى وفكر هتعمل ايه مع بنت عمك. انا بس اللي مجنني انها اتغيرت خالص، مش دي فرح بتاعت زمان ابدا. انا اصلي يا عم مختار كنت كل ما بروح لهم الايام اللي فاتت كانت بتفضل حابسه نفسها في الاوضه وما تطلعش تقابلني ابدا، عشان كده بقالي كتير ما شفتهاش. احتمال برضو الزمن بيعمل اكتر من كده. بس دي اتغيرت خالص، كانها واحده تانية، طريقه لبسها وشكلها حتى اسلوب تفكيرها، دي بتقول كلام عمري ما كنت اتوقع انه ممكن يطلع منها. معقول دخول الجامعه يكون غيرها بالشكل ده؟ الجامعه يا ابني دي دنيا كبيره. اتصرف ازاي يا عم مختار؟ دبرني. انا اقول لك تعمل ايه. بالشفا يا حبيبتي. بابي انا سقت من الدواء. معلش يا حبيبتي انت لازم تاخدي الدواء عشان تخفي، وبعدين الحمد لله حرارتك نزلت وبقيتي احسن دلوقتي، عشان كده لازم تستمري على الدواء عشان البرد اللي عندك يروح. قولي لي بس انت عاوزه دادا تطبخ لك ايه على العشاء النهارده؟ انا ماليش نفس، انا عايزه حضرتك تحكي لي حكايه. احكي لك حكايه؟ زي زمان لما كنت وانا صغيره كنت بنام في حضنك وبتحكي لي حكايه. تعالي. كان يا مكان، كان زمان بنت صغيره حلوه الاموره وشبه العصفوره اسمها سنيوره. المدام اتصلت حالا من سويسرا عشان تطمئن على لوجي، وقالت انها جايه بعد يومين. عرفت ان انا موجود هنا؟ ايوه. طب ما سالتش عليا؟ ما طلبتش تكلمني في التليفون؟ لا. طب شكرا. ورق الرخصه هنا كلها في الملف ده، كل اللي ناقص بس المعاينه وامضه حضرتك الكريمه. ان شاء الله هنزل عاين العقار بتاعك اول الاسبوع الجاي. هتلاقي كله في السليم، انا راجل دغري ماشي بما يرضي الله. ان شاء الله هتصل بيك عشان تنتظرني. ده انا انتظرك على حباب عينيا من جوه، ادي الكارت بتاعي اهو، في كل تليفوناتي
والمحمول كمان بيشتغل 24 ساعة. طب حاضر، هتصل بحضرتك. طيب يا ستي متشكرين، سلام عليكم. هي عام تاني يا باشمهندسة؟ رحت الحسابات عشان تسألي على طلب السلفة بتاعي؟ سألت بس قالوا لي الطلب مرفوض عشان السلفة القديمة ما انتهتش، ومرتب حضرتك ما يستحملش السلفة جديدة. متشكرة قوي. العفو. ألو؟ أهلا يا كريم بيه. أنا بخير والحمد لله. كله قليصت. لا 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 معلش، وعلى رأي المثل اصبر على الجار السو، يا يرحل يا تجيله مصيبة فوق دماغه. مصيبة تاخدك انت وهو ان شاء الله. الباب اللي يودي. ايوه كريم بيه. انا بصراحة صحيت مكسلة، قلت خلاص مش رايحة الشغل النهاردة، كده كده انا هاخد اجازة من بكرة على فكرة. مش عارف الواحد، انت مش سمعاني ولا اصلا مش عايزه تكلميني ولا ايه حكايتك؟ مالك في ايه؟ ها؟ مالك؟ انا بكلم بقالي ساعه ما بترديش عليا خالص. في ايه يا فادي؟ طلبات فرح برضو؟ انا عايزه اقول لك اني بعت كل الذهب بتاعي، حتى دبله جوازي بعتها، وابويا اجر شقته واداني الايجار وبرضو مش مكفي الطلبات. ما تكلمي سلامه يا فادي. يا بنتي ما انا قايله لك ظروفه شكلها ايه. انا مش فاهمه انت مستنيه ايه. طيب هتستني لما ضيع راس المال كله؟ مش كفايه اللي جراله بسببي وبسبب ولادي؟ يعني هقطع من لحمه واخد منه؟ ما هو عمال يقطع من لحمك ويرمي في الشركه اللي مش باين لها اول من اخر دي، هتستني ايه لما الفلوس كلها تضيع يا فاتن؟ وسؤال، انا انت ايه؟ هو الحقيقه انا محتاجه استلف منك 500 جنيه بس. اسمعي بس، استني انا ما خلصتش كلامي. ازاي حضرتك يا ست فاتن؟ الحمد لله الحمد لله يا دفاين. وازاي الاولاد عاملين ايه؟ كويسين بخير الحمد لله. سلمي لي عليهم وبصهم لي. ايه يا بنتي ده كله؟ انت مجنونه ولا ايه؟ انا عايزه 500 جنيه بس. خدي ما تجيش على طلوع السلم، خدي 2 3 4. لا انا عايزه 500 بس عشان اعرف اسددهم لك. بقول لك ايه، والله العظيم هم 500 وايه اللي همشي. انا بقول لك اهو. بطلي بقى يا فاطمه والنبي. يلا يا تامر عشان ما اتاخرش عن التدريب في النادي. انا جاهز اهو يا جدو. ايه رايك بقى في التريننج الجديد بتاعي؟ كويس. كويس ده ماركه عالميه يا بنتي. انت عارفه ده تمنه كام اللي انت بتقوليها عليه كويس ده؟ ولا الشوز بقى؟ ايه رايك في الشوز؟ حاجه وهميه بقى مفيش منها دي. مبروك عليك. مبروك عليك. يلا بينا يا عم برهة عشان ما تاخرش. السلام عليكم. بقول لك ايه يا برهة، اول ما نخلص تدريب ترجع بيه على طول. حاضر يا سعاده البيه. برهة يا جدو، هو انا صغير عشان تقول كده يعني للسواق يقول عليا ايه دلوقتي؟ حقك عليا يا سيدي، حقك عليا، ما تزعلش، بس ما تبقاش اتاخر في النادي زي المره اللي فاتت ووالدتك تقلق عليك. لا ان شاء الله مش هتاخر، هو اللي ماما ما تقلقش. السلام عليكم. ايه اللي عملتيه ده؟ هو جالك اليوم اللي بقيتي تمدي ايدك فيه وتستلفي؟ ازاي قلبك طوعك وعملتي كده؟ طب هعمل يا ربي، هعمل ايه؟ سلامة. ازيك حبيبي؟ بقالي اكتر من ساعتين مستني حضرتك. معلش انا كان عندي مشوار مهم. طب انت ما طلعتش فوق ليه؟ لا انا اصلي كنت عايز اتكلم مع حضرتك واحنا لوحدينا. خير يا سلام. دولت 1000 جنيه يا فندم. انا بقول يعني جايز فرح محتاجه حاجه، ما انا عارف اصل الجامعه ومصاريفها، لبس ودروس ومواصلات. انت مين قال لك ان هي محتاجه لاي حاجه او عايزه حاجه؟ ما حدش قال لي حاجه والله، انا بس فاهم كده من نفسي. طب انا لو احتجت في حاجه هطلب منك. معلش يا فندم عشان خاطري، مفيش فرق بيننا. عشان كده بقول لك عشان خاطري خليهم معاك. اطلع معايا اشرب فنجان قهوه. لا معلش، اصل انا سايب الشغل ولازم ارجع على طول. حضرتك بتسلمي لي على عم فخري؟ طب يا حبيبي مع السلامه. مع السلامه. مساء الخير.
الخير يا مدام فاتن. اهلا يا استاذ وائل. ازيك وازاي الوالد؟ الحمد لله بخير. يا ريتك تقولي له ان انا عايز ازوره واطمن عليه. ده بيتك ومطرحك في اي وقت ان شاء الله. وازاي فرح وازاي تامر؟ بخير الحمد لله. تامر ده ولد هيبقى بطل حقيقي. بصي بس انا لازم اطلع عشان هما مستنياني. ما كملتش كلامي. مالياش بخت مع الست دي. ايه الست دي؟ الستات كل ما بتكبر كل ما بتوحش وكل ما يبان عليها السن. الا فاتن دي كل ما تكبر كل ما تحلو زياده. ايه؟ بتاكل ايس كريم على طول؟ ولا بتاكل غزل البنات؟ ولا بتاكل ملبس؟ الله، ايه الحكايه بالظبط؟ مش عوايد سلامه ان هو يعمل كده ويجيب لي الفلوس لحد عندي؟ وشمعنى عايز يديها لي من غير ما حد يعرف؟ وإيه اللي يخليه يستناني ساعتين في الشارع؟ وليه قال لي إنه جايب الفلوس دي الفرح بالذات؟ مساء الخير يا بابا. مساء الخير يا بنتي، اتأخرتي كده ليه؟ كان عندي مشوار. تامر رجع من المدرسه غير هدومه وراح النادي مع السواق الخصوصي، بس انا وصيته ما يتاخرش. لا يرجع براحته. فرح في اوضتها؟ ايوه. الله على خير. ماما انت رحتي لسلامه وطلبتي منه فلوس؟ لا ما هو ما تكذبيش. ايوه رحت. انا حبيت بس افكره عشان شكله كده عامل ناسي ومش سائل فينا. ولا احنا مش صحاب الشركة اللي هو بيديرها دي؟ تروحي من غير ما تستأذني؟ انا كنت عارفة ان حضرتك مش هتوافقي. عارفة ان انا مش هوافق وتروحي من ورايا؟ ماما ده حقنا، انا ما كنتش رايحة اشحت منه ولا هو ناوي ياكل فلوسنا ويكوش عليها زي ما بابا عمل. اتكلمي بأدب. انا بتكلم بأدب يا ماما، انا ما عملتش حاجة غلط. ولا هو كل حاجة دلوقتي بقيت بعملها بقت غلط. كأنك مستنيالي على غلطة عشان تحاسبيني عليها. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ بقول الحقيقة واللي انا شايفاه. وشايفة ازاي كمان بقيتي بتميزي بيني وبين تامر. انا؟ ايوه يا ماما. ما هو اصل هو دلوقتي بقى البطل الكبير اللي كل الجرايد والمجلات بتكتب عنه، واللي رجل اعمال كبير اتبناه رياضيا، وحضرتك مبسوطه وفرحانه بيه قوي. عشان كده كل طلباته بقت مجابه، واللي عايزه بيكون يذاكر بقى ما يذاكرش، يرجع متاخر ولا حتى بدري مش مهم. لكن انا ولا حاجه. حتى الكليه اللي كان نفسي ونفسك ان انا اخشها ما جبتش مجموعها وما دخلتهاش. عشان كده تامر كبر في نظرك وبقيتي راضي عنه وبتحبيه، لكن انا نظرتك ليا اتغيرت وبقت كل حاجه بعملها غلط. صح؟ ازاي ممكن تتصورني افكر بالطريقه دي؟ هي دي الحقيقه يا ماما. لو فعلا حضرتك لسه بتحبيني زي ما بتحبي تامر، كنت عملتي لي اللي طلبته منك من غير ما تتاخري عليا. انت اتجننتي؟ انا مش متصوره انك غيرانه من اخوكي، غيرانه من نجاحه. انا عمري ما فرقت بينكم ابدا. انا لو كنت فعلا بغير من اخويا فانا ليا اسبابي. ليكي اسبابك ايه؟ انا عمري ما فرقت بينك وبينه، طول الوقت بحاول اعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه، والدليل اهو. تعالي معايا، انا طلبت سلطه واستنيت لحد لما انتوا اتفضلي خدي الفلوس اعملي بيها اللي انت عايزاه، ان شاء الله تحرقيها، بس اوعي تقولي ان انا بفرق بينك وبينه. ولو ما كانوش وافقوا لك على السلطه يا ترى كنت هتعملي ايه؟ انت طول الوقت بتقصدي تجرحيني، طول الوقت محسساني ان انا مقصره في حقك انت وهو. يا شيخ ارحمي ارحمي. على فكره يا تامر، انت كنت هايل في تمرين النهارده. ده احنا بقينا نتفرج على تمارين كاراتيه ومباريات علشانك يا تامر. على فكره بقى، انا محتفظه بكل الصور اللي اتنشرت ليك في الجرايد والمجلات، وعامله لهم كمان البوم مخصوص، وخصوصا صورتك اللي مع رجل الاعمال المعروف الدكتور خالد العش. ميرسي قوي يا جماعه، والله انا مش عارف اقول لكم ايه يعني. ما تقولش حاجه، بس المهم ان انت تتدرب كويس عشان خاطر كاس العالم، عشان خاطر لو رجعت لنا بميداليه هتبقى دي هديه لينا. انا بتدرب كويس قوي. بس قول انت ما عندكش حاجه غير التدريب والمذاكره ولا ايه؟ قصدك ايه يعني؟ مش فاهم. احنا رايحين النهارده ديسكو، ايه رايك لو تيجي معانا؟ هنقضي يوم تحفه. ديسكو ايه يا جماعه؟ لا اصل ما ينفعش اتاخر بره البيت بصراحه. ليه يا بيضه؟ هو انت لسه صغنطته يا نونو؟ ولا يمكن ماما هتزعل لو سهرت بره البيت. انا مضطره امشي يا جماعه عشان اتاخرت. ايه ده؟ هو انت لحقت تقعد معانا؟
اقعد. بس يعني لو قلت لك عشان خاطري هتحرجني؟ قولي بقى عملت ايه في سفريتك الاخيره في عمان؟ انت اكيد سويت الهوايل. انا حاسس اني عملت غلطه كبيره قوي. ايه ده بس يا ابني واحكي لي حصل ايه. انا اصلي فاهم طنط فاتن كويس، نظرتها ليا وهي بترفض تاخد مني الفلوس زي ما تكون عرفت الحقيقه وخايف تعمل مشكله مع فرح بسببي. انت دايما حساس كده وشايل هموم الدنيا كلها. لان انا ما بقاش في ورايا غير الهموم ده، انا حتى مش عارف اعمل ايه اخر الشهر، معيش فلوس ادفع اجور الموظفين اللي عندي. يا ابني قلت لك قبل كده فرج ربنا قريب، ما تيأسش من رحمه ربنا، وبعدين دي تجاره والتجاره فيها المكسب وفيها الخساره. مش معنى انا اللي خسران على طول تفسر بايه ده غير ان انا فاشل. حتى الامانه اللي طنط فاتن سابتها بين ايديا، راس مال الشركه ابتدى يضيع من ايديا. تقدر تقول لي اقول لها ايه لما تيجي تحاسبني تقول لي فين مكسب اولادي؟ لا خلاص كل حاجه ضاعت. وقال انا عايز اروح اطلب منها عيد فرح، ازاي هتوافق؟ دي لا يمكن تستأمني عليها. يا ابني كل مشكله ولها حلال. اسمع مولى، ما تروح تقابل فرح وتحكي لها على اللي حصل. عمر ما كان يجي في خيالي ابدا ان فرح البنت الرقيقه اللي زي النسمه اللي ما عندهاش اغلى من والدتها في حياتها كلها تقول اللي انت قلته لها ده. امك عمرها ما قصرت معاكم في حاجه ابدا، كفايه ضيعت عمرها عليكم. يعني عمرها ما فكرت في حياتها ولا شبابها اللي بيروح يوم ورا التاني. كان ممكن تتجوز راجل يريحها من وجع القلب ده ويصرف عليك وعليها. هي ما حبتش تجيب لكم زوج ام ويعالم هيعاملكم ازاي؟ هيحبكم ولا لا؟ ده يبقى جزاءها. اتفضلي ادخلي لوالدتك واعتذري لها. من ساعة اللي انت قلته لها ده وهي حابسه نفسها في اوضتها ما طلعتش منها، والا قسما عظما لسانك ما يجي على لساني تاني ولا اسمعك تقول يا جدو ابدا. جريه يا ابني انت ايه اللي اخرك؟ انا مش موصيك. جريه يا جدو في ايه؟ خلصت التمرين بدري شويه فقعدت مع اصحابي يعني كده، وبعدين انا مش عيل صغير عشان تقلقوا عليا بقى يا جدو. انتوا ايه مالكم كده في ايه؟ غير هدومك ويلا نتعشى. فاتن يا بنتي فرح كانت عاوزه تعتذر لك. ولا تعتذر ولا اي حاجه، هتعتذر على ايه؟ انا فكرت في كلامها وعندها حق فيه، وبعد كده مش هتكوني محتاجه لاي حاجه عشان ابقى ام كفء ليكي. Thank you.
لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.